صباح الخير، النهاردة هنتكلم عن البروتين ميتابوليزم. تعالوا نشوف البروتين أول ما بيخش من الماوس بيحصل له إيه. أول حاجة البروتين اللي بناخده أو اللي بناخده من الأكل لما بيخش الماوس، الإنزيمات اللي في الماوس زي السلايفا ما بتأثرش فيه. بعد كده تاني مكان بيخش هو الاستومك. السمك فيها تو انزيمز، ال HCL ده بيعمل ديناتوريشن للبروتين، والبيبسين بيعمل هيدروليزيس للبيبتايد بوند، فبيحول البروتين للارج بولي بيبتايدز. اللارج بولي بيبتايدز دي بيخش السمول انتستين. السمول انتستين فيها اربع انزيمات، تريبسين، كيمو تريبسين، والكربوكسي بيبتيديز، والامينو بيبتيديز. دول بيعملوا هيدروليزيس للبيبتايد بوند، فبيحولوا اللارج بولي بيبتايد لامينو اسيدز. والامينو اسيد دي بقى بيحصل لها اكتف ترانسبورت في الانتستين وبتروح البلود ستريم. طب تعالوا نشوف الاستراكشر بتاع الامينو اسيد. هو كل امينو اسيد كلها زي بعضها، كلها عندها امينو جروب وكربوكسيل جروب، بس الفرق في السايد تشين اللي هي الار جروب، دي اللي بتخلي في اختلاف بين الامينو اسيد وبعضها. طب الامينو اسيد زبول دي الفري امينو اسيد اللي بتبقى موجوده في الجسم كله، ده بيبقى نسبتها 100 جرام بس، في البلازما ليفل تبقى نسبه الفري امينو اسيد من 4 ل 8 مللي جرام بالديسيلتر. طيب الفري امينو اسيد دي بتيجي منين؟ من امينو، من البروتين اللي بيحصل له ديجنريشن في الجسم، او البروتين بيدخل برضو عن اللي احنا بناخده في الاكل عن طريق الموس عادي. البروتين تيرن اوفر، بروتين تيرن اوفر ده اللي هو الديجنريشن والسينثيسيس بتاع البروتين، يعني الهدم والبناء المستمر بتاع البروتين. طب الريت بتاع التيرن اوفر ده بيختلف من بروتين للتاني. طب في نوعين، من البروتين، في شورت لايف بروتين ده الهاف لايف بتاعته قليلة جدا، يعني بتتعدي بالمينت او الاورز، زي الريجولاتور بروتين والميس فولدد بروتين. على العكس في بقى اللونج لايف بروتين، ده الهاف لايف بتاعته يعني كبيرة نسبيا، أيام أو أسابيع، زي ده بيبقى زي البروتين اللي في السيلز. في بقى الاستراكشر بروتين زي الكولاجين، ده الهاف لايف بتاعته كبيرة جدا، يعني ممكن تبقى بالشهور أو السنين. البيولوجيكال فاليو بتاعت البروتين، طب ازاي نعرف ان البروتين ده ليه بيولوجيكال فاليو ولا ملوش؟ عن طريق حاجتين، ان البروتين ده بيحتوي على الاسينشال امينو اسيد كلهم اللي هم العشرة ولا لا. لو نقصوا واحد، يعني العشر امينو اسيد، عشر اسينشال امينو اسيد، لو نقصوا واحد بيبقى البيولوجيكال فاليو بتاعت البروتين ده بتقل. تاني حاجة انه سهل في الهضم وسهل في الامتصاص، تمام، يعني لو الشروط دي اتوفرت في البروتين ده بيبقى البروتين ده هاي بيولوجيكال فاليو. طب احنا البروتين ده اخده منين، او البروتين اللي ليه قيمة غذائية عالية ده اخده منين؟ بيقولوا ان البروتين اللي في الانيمال سورس ليه بيولوجيكال فاليو اعلى من البروتين اللي في البلانت سورس. النيتروجين بالانس، النيتروجين بالانس هو الفرق بين النيتروجين انتيك اللي احنا بناخده في البروتين والنيتروجين لوز اللي هو بيخرج في الفيزز والان بي ان في اليورين. الان بي ان ده اللي هو نون بروتين نيتروجينس كومباوند، دي اللي هي مركبات فيها نيتروجين بس مش بروتين. فلو جينا حطينا كده ايكويشن للنيتروجين بالانس هنلاقي اللي هو بتساوي نيتروجين انتيك ماينس النيتروجين لوز. طب في ثلاث حاجات للنيتروجين بالانس. بوزيتيف نيتروجين بالانس ده النيتروجين انتيك بيبقى اكبر من النيتروجين لوز، زي البريجننت وومن. على عكسه بقى النيجاتيف نيتروجين بالانس ده بيبقى النيجاتيف النيتروجين انتيك اقل من النيتروجين لوز، ده في حالة الصيام. طبيعي احنا اصلا في الصيام ما بناخدش، او الصيام اللي هو الانقطاعي زي ما احنا كده في رمضان مفيش، ما بناكلش، فاحنا صايمين فمفيش نيتروجين داخل،
فاكيد ان النيتروجين اللي احنا بنخسره اكبر من اللي احنا بناخده. تالت حاجه النيتروجين ايكوليبريم، ده النيتروجين انتاج بيساوي النيتروجين لوز، ده المفروض بيبقى في الهيلسي ادلت، ده المفروض الطبيعي يعني، ولا يكون عندنا بوزيتيف نيتروجين بالانس ولا نيجاتيف نيتروجين بالانس. هنتكلم دلوقتي عن الجنرال كاتابوليك رياكشن للامينو اسيد او امينو اسيد ديجينريشن. هما خمس تفاعلات، الاوكسيداتيف دي امينيشن، ده بيبقى بنشيل الامونيا وبيكون الكيتو اسيد، وتاني حاجه الترانس امينيشن، ده بيحصل فيه ترانسفير اوف امينو جروب فروم امينو اسيد تو كيتو اسيد. تالت تفاعل هو الترانس دي امينيشن، ده بيبقى ميكس بين الدي امينيشن والترانس امينيشن. رابع تفاعل هو الدي كاربوكسيليشن، ده اللي هو بنعمل ريموف للكربوكسيل جروب. خمس تفاعل ترانس ميثايليشن، ده برضو ترانسفيل للميثايل جروب. اول تفاعل معانا هو الاوكسيداتيف دي امينيشن، ده بيحصل فيه اوكسيديشن ودي امينيشن. اوكسيديشن يعني بنشيل الهيدروجين، والدي امينيشن يعني بنشيل الامينو جروب. طب وناتج التفاعل ده هو ايه؟ هو كيتو اسيد وامونيا، والتفاعل ده ريفرسابل، والانزيمز اللي بتدخل فيه تو انزيمز، الجلوتاميت دي هيدروجينيز والامينو اسيد اوكسيديز. اول انزيم هو الجلوتاميت دي هيدروجينيز انزيم. تعال نبص هو الجلوتاميك اسيد ازاي بيتحول لالفا جلوتاريك اسيد وبيخرج امونيا. هنيجي نشوف في الجلوتاميك اسيد هنلاقي السي اتش اللي ماسكه فيها ان اتش 2 عن طريق الجلوتاميت دي هيدروجينيز. الناد بيدخل ككو انزيمز بياخد اتش اللي هي على يمين الكربونه، بياخد اتش من ال ان اتش 2، فكده بيخرج باتشتين، من الناد بتحول لناد اتش بلس اتش. كده معانا ايه؟ معانا الكربونه ومعانا ان اتش ماسكه فيها ان اتش، فبيدخل ميه ال H2O. ال H2 دي ال H2 بتمسك مع ال NH وبتخرج كأمونيا اللي هي NH3 اللي هي على يمين السهم، وال O اللي فاضلة من المية بتمسك في الكربون، فكده بتحول ل C دبل بوند O وعلى يمينها الكربوكسيل جروب، فكده بتحول الجلوتاميك أسيد لألفا جيتو جلوتاريك أسيد. تاني انزيم معانا هو الامينو اسيد اوكسيديز، ده فيه نوعين دي و ال، بيبقى موجود الانزيمز دول بيبقى موجود في الليفر والكدني، في بيبقى موجودين بكميه قليله، ودول بيبقى موجودين او بيبقى يعني موجودين بس الاكتيفيتي بتاعتهم قليله في الماملز او في الثدييات. طب خلينا نمسك اول حاجه ال ال امينو اسيد اوكسيديز، ده بيعمل دي امينيشن لكل الامينو اسيد ما عدا الجلايسين والجلوتاميك اسيد والاسبورتيك اسيد. التفاعل بتاعه هو بتاع اللي فات اللي هو بتاع الدي امينيشن اوكسيديتيف دي امينيشن، بس بدل الكو انزيم ناد هو الاف ام ان، فبرضه هيحصل نفس اللي حصل الاف ام ان ده الاف ام ان، الكو انزيم هياخد الاتش اللي جنب الكربون ويتشايا كمان من ال ان اتش 2 وهيخرج بالاتشتين. طيب كده احنا معانا كربونه السي وماسكه فيها ان اتش، برضو هتدخل الميه والاتشتين بتوع الميه هيمسكوا في الان اتش وهتخرج كامونيا اللي هي ان اتش 3، والاكسجين الفاضله هتمسك في الكربونه فهتبقى ار سي دبل بوند او والكربوكسيل جروب. فكده عن طريق ال امينو اسيد اوكسيديز حولنا الامينو اسيد لكيتو اسيد. بالنسبه للدي امينو اسيد اوكسيديز ده موجود في البلانت والسيل وول بتاع المايكرو اورجانيزم، هو نفس التفاعلين اللي فاتوا، بس بدل الكونزايم ناد هتبقى فاد، هو اللي ياخد الاتش 2 ويتحول لفاد اتش 2 والامينو اسيد يتحول لكيتو اسيد. تاني تفاعل معانا هو الترانس امينيشن،
ده بنعمل ترانسفير للامينو جروب فروم امينو اسيد بنديها الكيتو اسيد. بعد كده ناتج التفاعل ده الامينو اسيد اللي احنا خدنا منه امينو جروب بيتحول لكيتو اسيد، وكيتو اسيد اللي خد الامينو جروب بيتحول لامينو اسيد جديد. طب التفاعل ده ريفرسيبل، وكل الامينو اسيد بيحصل لها ترانس امينيشن اكسبت ما عدا السيرينين واللايسين والبرولين. طيب والانزيم اللي بيشتغل في التفاعل ده هو الترانس امينيشن، والكو انزيم اللي بياخد الامينو اللي بيكاريال للامينو جروب هو البي ال بي البايريدوكسال فوسفات. اول تفاعل معانا في الترانس امينيشن هو الالانين امينو ترانسفيريز ال اي ال تي او الجلوتاميت بايروفيت ترانس امينيز اللي هو الجي بي تي. ده بيحصل في ايه؟ الجلوتاميك اسيد ده امينو اسيد والبيروفيك اسيد مع بعض بيعملوا ايه؟ الامينو جروب بتتاخد من الجلوتاميك اسيد اللي هي ال NH3 وبتروح للبيروفيك اسيد عن طريق البي ال بي اللي هو الكارير بتاع الامينو جروب. فكده البيروفيك اسيد اللي هو الكيتو اسيد لما خد الامينو جروب اتحول لامينو اسيد بقى الانين. طب كده الامينو اسيد اللي كان معانا اللي هو الجلوتاميك اسيد اتشال منه الامينو جروب، فيعمل ايه؟ ياخد بقى اللي هو الدبل بوند او من الكيتو اسيد ياخدها ليه هو بقى، عشان ما يعني هو اداله الامينو جروب وما خدش منه حاجه، فهو ياخد ايه؟ هياخد الدبل بوند او. فكده اتحول الجلوتاميك اسيد بقى الفا كيتو جلوتاريت. تمام، يعني كده حولنا الامينو اسيد اللي هو جلوتاميك اسيد لالفا كيتو جلوتاريت. طيب والكيتو اسيد اللي كان داخل اصلا خرج كامينو اسيد اللي هو الالانين عن طريق ان احنا بدلنا الامينو اسيد الامينو جروب من مركب للتاني. طيب تاني تفاعل هو الاسبرتيت امينو ترانسفيريز ال AST او الجلوتاميت اوكزالو اسيتيت ترانس امينيز اللي هو الجي او تي. ده بيحصل في الجلوتاميك اسيد برضو بس مع الاوكزالو اسيتيت برضو بيحصل بينهم تبادل، الجلوتاميك اسيد بيدي للاوكزالو اسيتيت الامينو جروب وبياخد منه دبل بوند او. فكده الجلوتاميك اسيد اتحول لالفا كيتو جلوتاريت والاوكزالو اسيتيت اتحول لاسبارتيك اسيد. طب ايه بقى الكلينيكال امبورتنت بتاعت التفاعل ده بتاعت التفاعلات دي؟ بيقولوا ليها دايجنوزيس فاليو، ان الانزيمز او الترانس امينيزز دي بتبقى طبيعي بتبقى جوه الخليه، بس لما الخليه بيحصل لها دامج فبتخرج الانزيمز دي للدم. فلما بنيجي ناخد تحليل الدم ونلاقي الانزيم دي عاليه فيها فبنعرف ان في مشكله. طيب لو حصل زياده في الـ ALT والـ AST ده انديكيت لايه؟ لدامج في الليفر سيل. طب لو حصل انكريز في الدم للـ AST بس ده بيبقى دامج في الهارت موسل والسكيلتال موسل. الترانس دي امينيشن هو قابل رياكشن، يعني ميكس بين الترانس امينيشن والاوكسيديتيف دي امينيشن. رابع تفاعل معانا هو الديكربوكسيليشن. الديكربوكسيليشن يعني احنا بنشيل ال CO2 من الكربوكسيل جروب بتاعت الامينو اسيد، فكده بنحول الامينو اسيد لما بنشيل منه ال CO2 بتاعت الكربوكسيل جروب لامين، ده عن طريق انزيم اسمه امينو اسيد ديكربوكسيليز، وبرده الكارير بتاعت ال CO2 هو ال BLB. طب هنستفاد ايه لما يحصل للامينو اسيد ديكربوكسيليشن ويتحول لامين؟ بيبقى ليها بيولوجيكال امبورتنس المركب اللي ناتج. طب خلينا نمسك كده بعض الامينو اسيد لما تتحول لامين ايه لازم بتعمل ايه او ايه لازمتها. اول الامينو اسيد معانا السيرين، لما بيتحول لامين بيبقى اسمه ايثانولامين، ده بيدخل في الفوسفوليبيد. طب تاني امينو اسيد التيروسين،
لما بيتحول لأمين بيبقى اسمه تيرامين. ده بيزود البلاد بريشر وبيعمل كونتراكت أو انقباض لليوترس. طب تالت أمينو أسيد التريبتوفان، لما بيتحول لأمين بيبقى اسمه تريبتامين. التريبتامين ده ليه سايكو أكتيف كومباوند، ده بيأثر على الحالة النفسية وبرضه بيشتغل كنيورو ترانسميتر. رابع أمينو أسيد معانا الهيستادين. الهيستادين لما بيتحول لأمين بيبقى اسمه هيستامين. طبعا عارفين الهيستامين بيبقى ليه انفلاميشن ميديتور وأليرجي ميديتور. خامس تفاعل معانا هو الترانس ميثايليشن، ده بيحصل فيه ترانسفير للميثايل جروب من مركب للتاني. طب الميثايل جروب دونر اللي هو المركب اللي بيدي ميثايل جروب ده بيبقى اسمه ايه؟ اس ادونوزايل ميثاينين. طب في بقى ميثايل جروب اكسبتور اللي هو اللي في الجدول على الشمال، ده لما بياخد الميثايل جروب بيتحول لمركب ده اللي هو على اليمين. فخلينا نشوف واحد واحد كده بياخد الميثايل جروب بيعمل ايه. اول حاجه النور ابنفرين، ده اللي هو لما بياخد ميثايل جروب بيبقى بيتحول لايه، بيبقى بيتحول لابنفرين اللي هو الادرينالين والنور ادرينالين. طب الابنفرين بقى لما بياخد الميثايل جروب بيتحول لايه، ل ميتانفرين. طب والإيثانولامين اللي احنا لسه واخدينه لما بياخد ميثايل جروب بيتحول لكولين. طيب كده احنا خلصنا التفاعلات بتاعت الامينو اسيد. لو لاحظنا كده في معظم التفاعلات هنلاقي بيخرج من الامينو اسيد امونيا. طب الامونيا دي توكسيك جدا للجسم وما ينفعش تبقى موجودة بكميات كبيرة، فبيحصل لها ايه بقى عشان الجسم يتخلص منها؟ في 6 طرق، في امونيا اكسكريشن، وفي ديتوكسيفيكيشن باي جلوتامين سينسيز، ويوريا سينسيز، وبيورين سينسيز، وبيريميدين سينسيز، وسينسيز اوف نون اسينشال امينو اسيد. هنتكلم عن تو توبيك في السلايدين الجايين وهنشوف بالتفصيل يعني. اول حاجه نتكلم فيها الامونيا اكسكريشن. زي ما قلنا ان الامونيا توكسيك جدا للجسم فبتخرج على طول في اليورين. طيب ايه نسبتها في الدم؟ بيقولوا نسبتها في الدم بتبقى أقل من 1 من 10 ملي جرام بالديسيلتر. طب نسبتها في اليورين بتبقى 7 من 10 جرام بير دي، يعني في اليوم كله بتخرج بنسبة 7 من 10 جرام. طيب تاني طريقة معانا عشان نتخلص من الأمونيا هو الديتوكسيفيكيشن باي جلوتامين سينثيسيس. طيب خلينا نبسطها، مثلا البرين اتكون فيه امونيا كتير وعايز يتخلص منها. الامونيا طبعا ما ينفعش تمشي في الدم، فيعمل ايه؟ يجيب الجلوتاميت بانزيم اسمه جلوتامين سينسيتيز، بيحول الجلوتاميت لجلوتامين، يعني بيركب معاه الامونيا. يعني كده الجلوتاميت مع الامونيا بيتركبوا مع بعض عن طريق انزيم اسمه جلوتامين سينسيتيز. فكده ايه، الجلوتامين ده يمشي في الدم عادي جدا، بس هو شايل الامونيا اللي هي ما تنفعش تمشي في الدم. فكده عملنا ضربنا عصفورين بحجر، اللي هو خدنا مركب ركبنا فيه الامونيا ومشيناه في الدم عادي وما عملش اي مشكله. طب المركب ده بقى عايزين نشيل منه الامونيا عشان تخرج بره الجسم في اليورين، فتروح للكدني وبيحصل لها دي امينيشن بانزيم اسمه الجلوتامينيز، فبنشيل منها الامونيا بيتحول تاني الى جلوتاميت. طب والامونيا اللي اتشالت دي تعمل ايه في الكدني بقى؟ تخرج في اليورين عادي. فدي سايكل، يعني الجلوتاميت بيتحول لجلوتامين يمشي في الدم يروح للكدني يتشال منه الامونيا، بعد كده لما يتشال منه الامونيا بيتحول تاني لجلوتاميت فيروح للبرين يتحول لجلوتامين يشيل الامونيا ويوديها للكدني. فدي سايكل عشان نتخلص من الامونيا وانها ما تمشيش في الدم. طيب هنتكلم في اليوريا سايكل. اليوريا سايكل دي اللي احنا بنحول الامونيا ليوريا. طيب هم 5 تفاعلات بيحصلوا في مكانين، في الميتوكوندريا وفي السيتوسول بتاعت الهيباتوسايت. 5 تفاعلات دول اول 2 بيحصلوا في الميتوكوندريا،
اللي هما فورميشن اوف كربوميل فوسفيت والفورميشن اوف سيترولين. طيب والثلاثه الباقيين اللي بيحصلوا في السيتوسول، السيتوسول بيحصل اللي هم الارجين والساكسينيت والفورميشن اوف ارجينين والفورميشن اوف يوريا اند الاورنيثين. طيب اول تفاعل بيحصل في الميتوكوندريا هو السينثيسيس اوف كربامايل فوسفيت. ده بيحصل فيه ايه؟ ان الامونيا بتمسك في الكربون دايوكسيد مع فوسفيت جروب من الاي تي بي اللي على السهم، فبيطلع لي الكربامايل فوسفيت. كربامايل فوسفيت ده اللي هو ايه؟ ناتج ارتباط الامونيا مع الكربون دايوكسيد مع الفوسفيت جروب. والتفاعل ده بيدخل فيه انزيم اسمه كربامايل فوسفيت سينسيتيز 1. يبقى الكربامايل فوسفيت سينسيتيز 1 بيعمل ايه؟ بيخلي الامونيا تمسك مع الكربون دايوكسيد مع فوسفيت جروب من الاي تي بي، فبيطلع لي كربامايل فوسفيت. تاني تفاعل بيحصل في الميتوكوندريا هو سينثيسيس اوف سيترولين. ده بيحصل فيه ايه؟ فاكرين الكربامايل فوسفيت اللي طلع من اول رياكشن خدناه، بيخش وبيمسك مع الاورنيثين، ده واحد من الامينو اسيدز، وبيخرجه فوسفيت جروب. طيب ناتج اتحاد الكربامايل فوسفيت مع الاورنيثين بيطلع السيترولين، ده اللي هيكمل معايا في باقي التفاعلات. والسيترولين ده بيخرج بقى من الميتوكوندريا وبيطلع للسيتوسول عشان يكمل بقى التفاعلات زي ما اتفقنا ان في اتنين بيحصلوا في الميتوكوندريا، دول خدناهم. في تلاتة بقى بيحصلوا في السيتوسول، اولهم هو السيترولين. تالت تفاعل معانا هو السيترولين لما خرج من الميتوكوندريا راح للسيتوسول، اتحد مع الاسبرتيت. طيب السيترولين مع الاسبرتيت بيخرجولي ارجينينو ساكسينيت. طب التفاعل ده بيحصل تحت تاثير انزيم اسمه ارجينينو ساكسينيت سينسيتيز، وطالما قلت سينسيتيز يبقى كده هنحتاج اي تي بي على السهم. طيب كده الناتج ارجينينو ساكسينيت، هنكمل بيه باقي التفاعل. رابع تفاعل معانا في اليوريا سايكل هو سينثيسيس اوف ارجينين. طيب احنا كل التفاعلات اللي فاتت كنا بنربط حاجتين مع بعض، في التفاعل ده احنا هنفكك اللي احنا كوناه، يعني الارجينين والساكسينات اللي احنا خدناه من التفاعل اللي قبل كده هيتفكك تحت تأثير انزيم اسمه ارجينين وساكسينيز. طب الارجينين وساكسينيت هيتفكك ليه؟ لارجينين وفيوماريت. طيب والارجينين ده هنكمل بيه بعدين، هنكمل بيه باقي التفاعلات. اخر تفاعل معانا هو الارجينين اللي طلع معانا في التفاعل اللي فات تحت تأثير انزيم اسمه ارجينيز بيتحول ليوريا وارنيثين. طيب الارجينين اصلا جينا بصينا في الفورم اللي تحت هنلاقيه هو عباره عن ميكس بين الاثنين الاورنيثين واليوريا. فالتفاعل الانزيم بيخش اللي هو الارجينيز بيخش مع ووتر موليكيول اللي هي ال H2O. طيب عمل ايه الارجينيز؟ كسر الارجينين، كسروا السي اللي فوق اللي هي السي اللي فوق خالص دي اللي هي CNH و NH، كسرها وبال H2 عمل ايه؟ ادى H لل NH و H كمان لل NH، وال O مسكت في ال C. بقى كده معانا اليوريا اللي هو في السهم تحت خالص اللي هو C دبل بوند O NH2 NH2. تمام؟ طيب وباقي المركب اللي هو الأورنيثين عادي. فكده خرجنا اليوريا وكوننا الأورنيثين.